جدا معانا. دلوقتي بقى هنعمل وصفة حلوة من حلويات المولد. كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا كل المصريين بيعشقوا حلاوة المولد. هنعمل النهاردة أول صنف منها، هنعمل الفولية. بإذن الله نعملها بطريقة سهلة وبسيطة تعجبكم جدا إن شاء الله. معانا للفولية محتاجين 400 جرام فول سوداني محمص بتاع الحلويات اللي هو غير مملح، كوباية سكر، نص كوباية عسل جلوكوز أو 3 معالق كبار، تقريبا 100 جرام 105 بالظبط، نص كوباية زائد معلقتين مية، ربع معلقة صغيرة ملح ليمون، نص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، وزيت لفرد الفولية على الصاج أو على الصينية اللي هنشتغل فيها. هنا كده الزيت معايا بدأ يشتغل كويس أهو ساخن. هبدأ بقى أنزل الكوبيبة بالشكل ده كده اللي فيها الدقيق والبيض. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الكوبيبة الغمراوي بتتحمر بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده، تبقى طعمة جدا جدا. طبعا اهل متغمر حبايبنا دايما يعملوها في المناسبات وفي الاعياد كده، وغالبا دايما يوم الخميس، يعني بتبقى مناسبة بقى الاسرة كلها ملمومة في بيت العيلة. دايما الام الكبيرة تعمل الكوبيبة دي للاولاد لما بيكونوا متجمعين اهو. اتمنى تجربوها، والله جميلة جدا اهو كده. الرحيم بالشكل ده، وهنسيبها تاخد لون ذهبي ونبدا نقلبها اهو بالشكل ده. طيب هنا بقى انا عندي هنا حله كده، بس ابعدها عن النار. هنا الحله دي هحط فيها ايه؟ هبدا احط فيها ادي السكر بتاعي، كوبايه سكر وعليه نص كوبايه الميه ومعلقتين بالشكل ده، وهبدا انزل معايا هنا العسل الجلوكوز اهو بالشكل ده كده كده. هنا معايا صينيه ال 400 جرام يجوا مهجين بالظبط من الفول السوداني، كوبايتين اللي هم بتوع الشاي واللبن الكبار، مش المج بتاع الشاي الساده، لا مج الشاي واللبن. هنا كده نزلت عسل الجلوكوز، وهنزل كمان معلقه سنه صغيره ملح ليمون بالشكل ده اهو. كل الحاجات دي علشان ما تخليليش السوداني يلزق، او السكر هنا اللي معايا ده يلزق ويرجع يتكرمل مره ثانيه اهو. انا احطها بقى على النار علشان تفك. وهنا معايا كده ادي اهو، ادي الكوبيبه الغمراوي، بس عايزه اجيب النسخه بتاعه الفوليه بالشكل ده. شايفين بتبقى بتاخد اللون الذهبي الحلو ده. هنا معايا لازم يكون السوداني كده على النار بلفه، لازم يكون سخن. لما اجي احطه على السكر اللي هيتكرمل دلوقتي ده مش هيتكرمل، احنا هنعمل له عود، لازم نظبط العود ده. طب العود ده هنظبطه ازاي؟ لما يبدا يتكرمل معانا هنبدا نختبره. معايا نص كوبايه ميه ساقعه من الثلاجه عشان نختبره بيها. عايزه اقول لكم ان العسل الجلوكوز لو احنا بنيجي ننزله من المعلقه وبيلزق، نبل المعلقه بس يا اما ميه يا اما بالزيت، نمسحها بالزيت، بينزل معانا بمنتهى السهوله. هنا بقى نص معلقه ملح الليمون اللي معايا برده بتمنع لي ان الزيت ان السكر يتكرمل ويرجع حبيبات تانيه باللوريه. هنا كده بالشكل ده شايفين، ادي الكفته خدت اللون الذهبي. طبعا هي كده كده اصلا خلاص مستويه من جوه، التحمير ده الغلاف اللي بره بس اللي انا بديله اللون الذهبي اللي كده اهو بالشكل ده اهو كده. طبعا برضو في ناس بتاكلها زي كفتة الرز اللي احنا بنعملها هنا في القاهرة، اول ما بتطلع كده من السليق بياكلوها وهي سخنة كده، برضو بتبقى في منتهى الجمال. انا بصراحة لما دقتها كده او كده عجبتني جدا اهو بالشكل ده. هبدأ هنا كده نقلب دي. هنا برضو معايا عينة كده على السكر، شايفين السكر بيبدأ يتقل معايا عند مرحلة معينة. أول ما ياخد اللون الذهبي الخفيف هبدأ أختبره قدام حضراتكم، هوريه لكم بتعمل إزاي بالشكل ده. هنا بقى كمان عندي إيه؟ هنا عندي صاج الفرن، صينية عادية جدا، أنا دهناها بشوية زيت كده حلوين أهو بالشكل ده، بزيت حلوين وكمان النشابة بتاعت فرد العجينة. بس عايزة أجيب النسخة. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي النسخة اللي أنا عملتها الصبح أول ما جيت. بس طبعا السوداني خد مني إيه؟ لون سنة، إن أنا كنت بحمصه في الفرن. هيا أحمد واخد بالك أنت؟
وقلت لواحد صاحبنا كده خلي بالك من لونه، سابه يغمق وراح يجيب حاجه تانية وسابه في الفرن اغمق، خد اللون معانا كده اهي. ادي النسخه هنا خلاص، ادي هقلب بس الفول ده برضو. الفول ده لازم اسخنه كده، يكون اول ما احط السكر على النار احطه جنبي على العين، او احطه في الفرن على نار هاديه في صينيه واسيبه لما ياخد درجه حراره كويسه علشان ما ينزليش على السكر. نبعد بس الزيت ده كده ورا، ممكن اخده هنا قدامي على العين اللي قدامي دي كده الشكل ده. شايفين هنا بصوا بدا ياخد لون ذهبي خفيف جدا، من اول هنا بقى احترس عليه اهو بالشكل ده. هنا بس ابعد ده كده عن النار، خلاص هو سخن احط ايدي عليه، لو لقيته سخن اه ممكن احط شويه كمان، لازم يبقى سخن لانه لو بارد هنا اجي اول ما اجي انزله على السكر هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يبرد لي السكر على طول ويخليه يجمد معايا. احنا عايزينه يبقى سخن في سخن علشان ما يغمقليش، ما ينزلش يمسك لي السكر في بعض اهو بالشكل ده. هنا بالشكل ده، هنا بقى ده لما يوصل اللون الذهبي واختبره كده. بصوا عايزه اوريكم بقى هنا اختبار العود بتاعه، هعمل ايه؟ معايا نص كوبايه ميه متلجه اهو بالشكل ده، هبدا اخدها انقط هنا نقطه نقطه واحده بس واسيبها. لو عملت لي كوره اهي، شايفين كوره جامده بتتكسر مش لينه، مش الكوره اللينه، لو عملت لي كوره بتتكسر يبقى هو كده وصل للدرجه المطلوبه، هو باقي عليه ثواني بس اهو على النار كده، وايدي فيه علشان ما ياخدش لون ولون اهو بالشكل ده بس كده خلاص. هاخد هنا كده كمان اختبار مره كمان اهو، اول ما هينزل معانا اه جامد. عايزه اوريها لحضراتكم كده اهي، شايفين؟ بس ابعدوا هنا عن النار، بصوا بقى جامد ازاي معايا. خلاص هبدا بقى في المرحله دي، اول ما يعمل لي الكره الجامده دي هبدا اروح منزله عليه نص معلقه البيكربوناتو كده اهو، شايفين بتفور على طول ازاي؟ دي اللي هتخليه لي هش وبيقرمش معايا اهو بالشكل ده كده. بس ابعده عن النار وابدا اخد الصينيه اللي عندي اهو، هبدا كده اروح مفضياه هنا على الايه، هفضيه على الكراميل اللي عندي بالشكل ده والم كله كله بسرعه في الحل اهو بالشكل ده. طيب تمام هبدا ده كده ابعده. هنا عندي الصينيه مدهونه زيت، طبقه كويسه جدا من الزيت، هبدا انزلها. الله بالراحة لأنه سخن جدا، ونخلي بالنا بقى في المرحلة دي درجة الحرارة بتبقى عالية جدا جدا كده. بس البوتاجاز كده اهو بالشكل ده. طب انا ليه فردت النشابة؟ النشابة كمان اللي انا عاملاها حط عليها زيت ليه؟ عشان ما يلزقش فيها، او لو لزق يبقى حاجة بسيطة واقدر افكه بمنتهى البساطة اهو بالشكل ده. ابدأ اعمل كده وابدأ افرد الفول السوداني معايا، ابدأ هنا كده شايفين؟ بصوا اهو بيتفرد بسهوله جدا اهو كده، يا اما افرده بمعلقه سيليكون زي كده، يا اما افرده بالنشابه اللي معانا وتكون مدهونه زيت اهو كده، افرد كويس جدا. طيب انا بعد ما هيتفرد كده بالشكل ده وهسويه يبقى كله واخد نفس الحجم، حاضر هيبقى واخد نفس الحجم معايا، هعمل ايه وهو لسه طري؟ هعمل حاجه بسيطه جدا، هاجي كده وهو بس يهدى شويه من الحراره هبدا اروح مقسماه، هبدا كده اقسمه كده اهو بالشكل ده، بس لازم طبعا يهدى شويه من الحراره عشان يمسك نفسه. هبدا بعد لما يتقسم اهو كده، هيتقسم هيبقى بالشكل ده. عايزه بس اوريه لحضراتكم اخر حاجه، بصوا بقى بيقرمش ازاي، مش بيندغ ويمسك في السنان، بصوا شايفين؟ شايفين؟ يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله استنوني في الحلقه الجايه هنكمل مع بعض وصفات مولد النبي. اشوفكم في الحلقه الجايه واسيبكم في امان الله، اقول لكم سلام عليكم.